مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب وطالبات الصف السادس، أحييكم من جديد وأقدم لكم درسا جديدا من دروس مادة لغة الجميلة. ونتعلم اليوم بإذن الله تعالى موضوعا من موضوعات مهاراتي في الكتابة، فأعد كتابك أيها الطالب. نبدأ معا بهذا السؤال، أجب عن الآتي: أعرب إن المتقين فائزون يوم القيامة. ترى عزيز الطالب، عزيزة الطالبة، كيف نعرب هذه الجملة؟ نبدأ بإعراب إن. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأين هو اسم إن؟ نعم، المتقين. المتقين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وخبر إن بالفعل خبرها فائزون. فائزون خبر إن منصوب وعلامة نصبه الواو لأنه جمع مذكر سالم. يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. القيامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. بارك فيكم أيها الأبطال وأيتها البطلات. المطلوب الثاني، اختر البديل المناسب من بين البدائل المعطاة. هاتان البنتان مؤدبتان. كلمة مؤدبتان هل هي مرفوعة بالألف أم مجرورة بالكسرة أم مرفوعة بالنون أم مجرورة بالألف؟ نعم، نعود إلى الجملة، هاتان البنتان مؤدبتان. هذه الجملة اسمية، هاتان في محل رفع المبتدأ، البنتان بدل منها، مؤدبتان خبر للمبتدأ هاتان، والخبر يكون مرفوعا. ونلاحظ أن مؤدبتان نلاحظ أنها مثناه، والمثنى كما تعلمنا يرفع بماذا؟ إنه يرفع بالألف. نعم، إذن مؤدبتان بورك فيكم مرفوعة بالألف. نكشف عن كلمة المستحوذ في هذا وذا، استحوذ حوذا. نعم، الجواب الصائب هو حوذا. لماذا؟ المستحوذ مشتقة من استحوذ، واستحوذ فعل مزيد بثلاثة أحرف، الألف والسين والتاء. حينما نحذفها تبقى أصول الكلمة وهي الحاء والواو والذال. إذن هذا هو الاختيار الصائب. في رأيكم أعزائي الطلاب، ماذا سندرس اليوم؟ نعم، سنتعلم درسا بعنوان جمع المؤنث السالم، وهذا الدرس في الصفحة 54. ما أهداف هذا الموضوع؟ ينبغي عليك عزيزي الطالب أن تتعرف جمع المؤنث السالم، ثم تصوغ جمع المؤنث السالم صياغة صحيحة، ثم تتعرف علامات إعراب جمع المؤنث السالم. اقرأ ثم لاحظ. حضرت المعلمات مبكرا، ثم طلبنا من الطالبات المشاركات في الرحلة التوجه إلى الحافلات في نظام. نعيد القراءة. حضرت المعلمات مبكرا، ثم طلبنا من الطالبات المشاركات في الرحلة التوجه إلى الحافلات في نظام. نتأمل الكلمات التي لونت باللون الأحمر ثم نجيب. اختر. الكلمات الملونة تدل على واحدة أم اثنتين أم أكثر من اثنتين؟ أخذنا مثالا الطالبات. الطالبات، هل ذلك يعني طالبة واحدة أم يعني طالبتين اثنتين أم يعني أكثر من طالبتين؟ نعم، الاختيار الصائب أكثر من اثنتين. إذن الكلمات الملونة تدل على أكثر من اثنتين.
وبما أنها تدل على أكثر من اثنتين، فهذه الكلمات تدل على ماذا؟ على مفرد أم مثنى أم جمع مؤنث؟ نعم، تدل على جمع مؤنث. إذن المعلمات، الطالبات، المشاركات، الحافلات، هذه الكلمات كلها جمع مؤنث. إليكم هذا السؤال، رد الكلمات الملونة إلى مفردها: المعلمات، الطالبات، الحافلات. ما مفرد المعلمات؟ المعلمة. وما مفرد الطالبات؟ الطالبة. وما مفرد الحافلات؟ الحافلة. نريد أعزائي أن نقارن بين الجمع والمفرد. نريد الآن أن نتأمل الفارق بين الجمع والمفرد، ونحن نقارن ننتبه إلى أن نحذف التاء المربوطة، هذه التي لونت باللون الأسود، نحاول أن نعتبرها محذوفة، ثم نقارن: المعلمات، المعلم، الطالبات، الطالب، الحافلات، الحافل. ثم نقارن، ماذا نلاحظ؟ تلاحظ أن الفارق بين المفرد وبين جمع المؤنث السالم هو الألف والتاء، فإن زدت على المفرد ألفا وتاء صار جمع مؤنث سالما، قلنا بغض النظر عن التاء المربوطة التي تستخدم للدلالة على المؤنث. تأمل: حافظة، أضفنا إليها ألفا وتاء صارت حافظات. لغة، أضفنا إليها ألفا وتاء صارت لغات. بغض النظر عن التاء المربوطة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المفرد موجود بصورته صحيحا سالما داخل الجمع. المفرد موجود بصورته صحيحا سالما داخل الجمع، ولهذا فإن هذا النوع من الجمع يسمى جمعا سالما، مثلما تعلمنا أن جمع المذكر أيضا يسمى سالما، فجمع المؤنث هذا أيضا يسمى سالما. سالما أي سلم مفرده من التغيير حينما حولناه من مفرد إلى جمع مؤنث. ماذا نستنتج أعزائي؟ نستنتج أن جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده. إذن ما هو جمع المؤنث السالم؟ هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده. الآن إليكم هذا السؤال: حدد جمع المؤنث السالم فيما يلي: العربية أعذب اللغات، عادت التلميذات إلى منازلهن، الاستغفار من الكلمات الصالحات. أين جمع المؤنث في العبارة الأولى أو في الجملة الأولى؟ اللغات، نعم. وفي الجملة الثانية أين جمع المؤنث السالم؟ التلميذات، نعم. وفي الجملة الثالثة أين جمع المؤنث السالم؟ الكلمات. وكأنني أسمع طالبة تقول: أيضا يا أستاذ، في العبارة الثالثة كلمة أخرى تدل على جمع مؤنث سالم، ما هي؟ نعم أيتها الطالبة، أحسنت، إنها الصالحات. الآن نفكر سويا في علامات إعراب جمع المؤنث السالم. ترى كيف نعرب جمع المؤنث السالم؟ نعم، جمع المؤنث السالم يرفع علامة رفعه الضمة، وينصب علامة نصبه الكسرة، ويجر وعلامة جره الكسرة. إذن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. الضمة هنا علامة أصلية، والكسرة في حالة الجر علامة أصلية، أما الكسرة في حالة النصب فهي علامة فرعية، لأن الأصل أن ننصب بالفتحة. إذن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. إليكم هذا السؤال التطبيقي، وهذا السؤال موجود في الصفحة 57: ضع خطا تحت جمع المؤنث السالم واكتب علامة إعرابه. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أين جمع المؤنث السالم؟ نعم، جمع المؤنث السالم كلمة أمانات، وما علامة إعرابها؟ الكسرة الظاهرة. لماذا؟ لأن أمانات اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ولها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع. في الآية الثانية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، في سورة النساء. أين جمع المؤنث السالم؟ أحسنتم، الصالحات وكذلك قانتات وكذلك حافظات. الكلمات هذه كلها تدل على جمع مؤنث سالم، وكلها علامة إعرابها الضمة الظاهرة. في الآية الثالثة الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أين جمع المؤنث السالم؟ نعم، جمع المؤنث السالم المؤمنات، وما علامة إعرابها؟ الضمة الظاهرة. أحسنتم. الآن إليكم الواجب المنزلية، وهذا السؤال موجود في الصفحة 57. تحددون جمع المؤنث السالم ثم تكتبون علامة إعرابه. يقول سالم الدرمكي: جاءت تبشرني بوضع فتاتي، فأجبتها: بشرت بالجنات، هذه التي يوم النوى تشتاقني، وتلح للرحمن بالدعوات، وإذا رأت ما ساء قلبي ساءها، فرأيتها منهلة العبرات. وهذا الشاعر يا أبطال ولد في ولاية إزكي، وعمل قاضيا في ولاية بركة، وله ديوان يسمى ديوان الدرمكي. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من درس جمع المؤنث السالم، وألتقي بكم بإذن الله تعالى في الجزء الثاني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.